اكيد هنتكلم على لعبه الهاندبول واهتمام مجلس اداره النادي الاهلي بهذا الدعم. ان احنا من اول ما بدانا موضوع الهاندبول كلنا عارفين ان عندنا يعني بعض الدروب في فرق الهاندبول، لكن الحمد لله قدرنا النهارده نمشي على استراتيجي النادي الاهلي ونجيب مدير فني من اكبر مديرين فنيين في العالم، من احسن ثلاثه في العالم تقريبا. وقعدنا تعبنا معاه كتير في المفاوضات، قعدنا مفاوضات تقريبا من اول السيزون كنا بنتفاوض معاه، والراجل يعني الحمد لله قدرنا نوصل لاتفاق اخير لسه من خلال اسبوع بالظبط ان الراجل وافق تماما ان هو يجي مصر. بس الراجل ده كان عندنا رؤيه مهمه جدا ليه في المرحله دي، ان الراجل وصل مصر قبل كده وقعد فيها سنتين كاملين، عارف طبيعه اللعيبه المصريين، عارف كل اللعيبه، عارف كل الدوري في مصر، ويعرف تماما كيفيه التعامل معاه. وبدليل ان هو حقق مع منتخب مصر في 2019 طفره كبيره، وصلنا لثامن العالم بعد ما كنا في الهاندبول بنوصل 16 و18، اخذنا في اتجاه تاني خالص. اكيد الراجل عنده رؤيه وعنده وضوح جامد جدا معانا، والراجل كان مبسوط جدا جدا، بيعلم تماما حجم النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي ومسؤولياته. واكيد هو يعني اكيد هيتكلم عن نفسه، لكن انا طبعا سعيد جدا جدا ان هو موجود معانا. حاجه كويسه جدا ان احنا النادي الاهلي خد تقريبا منظومه رياضيه في اتجاه تاني خالص، التعاقد مع مديرين فنيين على اعلى مستوى في العالم مصنفين. هو احسن مدير فني في اوروبا 2020، دي بعض الانجازات السريعه ليه. هو وصل 4 فاينل فور في اوروبا، فالحمد لله يعني باذن الله نتمنى التوفيق معاه. مجلس الاداره ودعمه للراجل يعني فاتحين ايدينا زي ما بيقولوا. الناس قالت لي طلباته كلها مجابه علشان نحقق الانجازات ان شاء الله في كل الالعاب الرياضيه. اتمنى السنه دي تكون سنه خير على النادي الاهلي، وان شاء الله ان شاء الله باذن الله صدقوني هنوصل لمرحله كويسه. بس يعني بطلب منكم الصبر شويه على المواضيع، لان المواضيع عندنا بتكون كتيره جدا. One week ago I just signed the contract with Captain Khaled and I'm really excited. I just want to start. I'm really really happy to be back in Cairo and to be part of this big club Al Ahly. السلام عليكم، زي ما قال السلام صباح الخير. بيقول انا ديفيد المدرب الجديد للهاندبول في النادي الاهلي. زي ما سمعتم من كابتن خالد انا لسه موقع العقد، لسه موقع فتره بسيطه العقد مع النادي الاهلي، وخلاص انا متشوق جدا ان ابدا مهمتي كمدير فني النادي الاهلي. انا اعلم حجم النادي الاهلي في مصر وانا سعيد اني ابدا الشغل معه. اوكي اوف كورس اي ونت تو سي ثانك يو شكرا اور كابتن بيبو بيكوز اوف كورس هي سبورت ذا هاندبول in Egypt and in the world, and to bring me here, of course, is not easy. But yes, of course, thank you so much. And of course, as I said, Captain Khaled yesterday night at 12, he was telling me that our fans were really excited that I came here, of course, to give the maximum, to have the maximum of the team, of the players, and to bring Al Ahly in the top, of course. طبعا عايز اشكر كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، طبعا دعمه الكبير للهاندبول، وهو شخصيه عارفينها في العالم كله، وهو كان ليه دور كبير ان جابني هنا. وبشكر طبعا كابتن خالد العوضي، قعدنا لغايه الساعه 12 بالليل في كلام متفاوض. هو عرفني قيمه جماهير النادي الاهلي وان النادي الاهلي منتظره كتير، وان شاء الله مع بعض ممكن نحقق كويس. And of course كابتن مكتاجي that he called me and he convinced me, he told me the vision, the philosophy of the club right now for these days, for the next maybe 10-20 years. That was really clever, really clear, and I really like it. Thank you for the call. He's the one of the members that he called me, and this was really important to me also to make the final decision. لا بس باشمهندس خالد مرتضى كان ليه دور كبير، اتكلم معاه وتواصل معاه وفهمه الوضع ايه والاستراتيجي بتاعت النادي، سياسه النادي يمكن ل 10 20 سنه قدام احنا بنشتغل ازاي، وفهمني قيمه النادي، وكان ليه دور كبير. طبعا انا سعيد اني بتواصل معاه، ومهم جدا اتواصل مع شخصيه مهمه زيه، هبتسهل لي التفاوض، تسهل لي التعاقد مع النادي. Of course, the maximum. I want to win everything. I'm a hard worker. I'm here because I'm a hard worker, because I love my sport. I love handball, and the club until now, even though that I'm just hours here in Egypt, they are support me 100%. So my vision, work hard, give to the players all the tools that they need to win the matches and to have the top. I want an unlimited team
Unlimited Team. هو السؤال استاذ حسام زايد بيقول ايه رؤيتك لفريق الهاندبول شغلك الفتره الجايه؟ هو بيرد بيقول طبعا انا بقى لي هنا ساعات، انا رؤيتي طبعا احقق كل حاجه واحقق اكبر انجاز، اكبر الانجازات البطولات كلها اكسبها. انا رؤيتي ان ادي خبراتي التولز، ادي ادوات العمل للاعبين واديهم افضل ما عندي عشان احقق الانجازات. فرؤيته ان هو يحقق الانجازات والبطولات الفتره الجايه. I was really happy. I came here with my family. I was trying to learn Arabic, Egyptian Arabic. I think I've said good. I mean, and this was a point to now to come back. I mean, this was make everything easier to come to Cairo. And yeah. And for the players, for the technical part. Yeah, and for the players, of course, because these players, they were half of the team, or almost 5-6 players. They were a national team. I was training with them, also with the young. I was training with 40 players almost. So I know everyone. I mean, I know when they, nobody know them. And we were in the World Championship in Denmark, and then suddenly everybody was calling me about asking for all the players. So, I mean, I start with them, and now some of these players still in the team. هو بيقول طبعا اول ما جه مصر في 2018 كان سعيد جدا وجاب عيلته حتى معاه، وكان لسه ما يعرفش البلد وحاول يتعلم المصري العربي المصري اللكنه المصريه. وبيقول الحته الفنيه بقى بالنسبه للاعبين، طبعا هو كان جه قبل كده وكان تعامل مع لاعبين، هو يعني يمكن اشتغل مع حوالي 40 لاعب في خلال فتره المنتخبات، منتخب المصري، وكان عدى عليه حوالي 40 لاعب، منهم لعيبه كتير من الاهلي، في 5 أو 6 موجودين دلوقتي. طبعا كانوا صغيرين دلوقتي وكبروا، بس في تواصل معهم، وطبعا ده هيساعده ان هو يعني هيسهل مهمته وهو بيشتغل مع لعيبه، ان هو يتعامل مع لعيبه مصريين قبل كده.